تقدم جديد في البيضاء، حيث خاض الجيش معارك مع ميليشيا الحوثي أسفرت عن تحرير العديد من المناطق وسط المحافظة. نروح بالدم نفديك يا يمن. وفق الموقع الرسمي للجيش سبتمبر نت، حررت قوات الجيش بعض المناطق الهامة التي كانت بيد الميليشيا، منها حوران وسليل ونمران والجدعان. تقع هذه المناطق ضمن النطاق العسكري لجبهة قانية، والتي تقع شمالية محافظة البيضاء. وبحسب سبتمبر نت، فقد اندلعت مواجهات عنيفة تكبدت فيها ميليشيا الحوثي خسائر بشرية كبيرة، فضلاً عن تدمير آليات عسكرية لها. يأتي هذا التقدم بعد انتصارات حققتها قوات الجيش في المرتفعات الواقعة بين حوران وقانية، وتمت السيطرة على العديد من المواقع الهامة المطلة على اليسبيل والقريبة من وادي عبل والخضر السود. المعارك المتواصلة للجيش في جبهة قانية تهدف لاستكمال تحرير مناطق شمال ووسط البيضاء ضمن خطة عسكرية كبيرة تشمل تحرير محافظة البيضاء من ميليشيا الحوثي. وتسير عمليات التحرير ببطء نتيجة الدعم المحدود الذي يتلقاه الجيش من التحالف، لكن الجيش وفق عسكريين مصر على أن استكمال التحرير مسألة وقت لا أكثر.